مرحبا أصدقائي. من بعد ما كنا شفنا مع بعضياتنا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، يعني الناس اللي ما شافوش لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز يرجعوا يشوفوا يقلبوا عليهم. شفنا لا كلاسيفيكاسيون، لو كريتير جوريديك، ديمونسيونيل، لا ناتور دو لاكتيفيتي ايكونوميك، وديتايينا في هذه المسائل وعرفنا بزاف ديال المسائل في هذه لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. الوغ اليوم غنشوفوا لا ستركتور دو لونتربريز، l'organisation et structure de l'entreprise. Yani qui fait l'entreprise منظمة, qui fait الهيكلة ديالها, qui fait كل إدارة, كل سيرفيس, كل واحد الموقع ديالو في الشركة والدور ديالو وكيفاش كيتم التنسيق والعلاقة ما بين مختلف أركان هاد الشركة. دونك كاين واحد التنظيم, كاين واحد لورغانيزاسيون, كاين واحد ستريكتور, كاين واحد لورغانيغرام اللي كتمشي عليه هاد الشركة. دونك لورغانيزاسيون انترن دو لونتربريز, يعني هذاك التنظيم الداخلي ديال المقاولة, كيفاش المقاولة منظمة من الداخل, كيفاش كتخدم, طريقة ديال الخدمة ديالها, كيفاش منظمة العمل ديالها. دونك كمقدمة انتروديكسيون, افان داتاندر لي زوبجيكتيف فيكسي, داسيوري سا سيرفي اي سا كرواسونس. دونك باش هاد المقاولة كتوصل لهذيك الاهداف اللي كانت حاطه وانها كتضمن البقاء ديالها والحياه ديالها لواحد المده طويله كشركه كمقاوله, وكتضمن ايضا النمو ديالها والتطور ديالها, دو سادابتي ا لونفيرونمون اي اون شونجمون كي بوف لافيكتي, وايضا من اجل التكيف مع المحيط ديالها ومع التغيرات اللي تقدر تاثر عليها. لو سيستيم اونتربريز دو اجونسي, دونك هذاك النظام ديال المقاولة باش يحقق هادشي كامل اللي قلنا, يبقى وينمو ويتكيف مع المحيط ديالو ويواجه التغيرات اللي ممكن يدير, خاصو انه خاصو يتقاد ويتنظم بواحد الطريقة, ديسبوزي اي كوردوني لي زيليمون دونت يل ديسبوز دو لا مانيير لا بلو راسيونيل بوسيبل, يعني انه خاصو ينظم وينسق هادوك العناصر, هادوك الناس, هادوك لي سيرفيس, هذوك الموارد المالية والبشرية والمادية اللي كيتوفر عليها كشركة خصها تنظمها وتنسقها وتقادها بواحد الطريقة رشيدة, بواحد الطريقة عقلانية قدر الإمكان, باش أنها خصها توصل لذاك الشي ديالها. دونك الشركة باش أنها تحقق الأهداف ديالها, باش أنها تبقى في السوق وما تخسرش, باش انها ما تديرش فايت, باش انها تنمو, باش انها تكيف مع المحيط ديالها, باش انها تواجه التغيرات اللي كاينه. لونتربريز خاصها تنظم, خاصها تقاد, خاصها تقاد الخدمه. راه واحد لونتربريز الا كانت ما مسيراش راسها مزيان وما مقادهاش راسها مزيان, واخا تكون كتبيع واخا تكون خدامه تقدر دير فايت. دونك خاص الخدمه تمشي مقاده منظمه ويكون واحد التنسيق في العمل بواحد الطريقه رشيده. دونك de quelle manière les tâches et les responsabilités sont-elles réparties dans l'entreprise ? يعني شنو هي الطريقة هذوك المهام والمسؤوليات كيتم توزيعهم داخل المقاولة. دونك كيفاش كيتم توزيع المهام والمسؤوليات داخل المقاولة. دونك كجواب على هذا السؤال, la répartition des tâches par grande fonction, يعني هذوك المهام اللي كتقوم بها الشركة كنفرقوهم لوظائف كبرى. دونك الناس ديال الكوميرس كيخدموا في فونكسيون كوميرسيال بوحدهم, الناس ديال لاشا كيخدموا في سيرفيس اشا بوحدهم, الناس ديال البروديكسيون عندهم سيرفيس ديالهم, عندهم ديريكسيون ديالهم, الإدارة ديال الإنتاج ديال البروديكسيون, الناس ديال يعني الغوسورس إيمان كاين لا ديريكسيون ديال الغوسورس إيمان. دونك كل حاجة كل مهمة عندها واحد الإدارة ديالها, عندها واحد الفونكسيون ديالها, واحد الاداره ديالها, فيها ناس, فيها مديرين ديالها, والخدمه مفرقه بهذه الطريقه. دونك بار كيل ميكانيزم سوبير ليكزيرسيس دو بوفوار اي لا ديفينيسيون دي ريسبونسابيلتي, يعني شنو هو داك الميكانيزم اللي من خلاله كيتم يعني ممارسه هذيك السلطه والعمل بها, وكيفاش كيتم تحديد المسؤوليات. دونك كجواب على هذا السؤال غنشوفوا ليكزيرسيس دو بوفوار دون لونتربريز, يعني هذاك لوتوريزاسيون, هذاك لو بوفوار, يعني هذيك
هذيك السلطه او لا هذيك المقدره اللي كتكون عند واحد المسؤول باش يتحكم في الناس اللي تابعين ليه في واحد الخدمه في واحد السيرفيس كيفاش كتم. دونك كومون سو في لا كورديناسيون اونتر لي ديفيرون اليمون دي سيستيم، يعني كيفاش كيتم التنسيق من بين مختلف العناصر ديال هذاك السيستيم ديال لونتربريز. قلنا بان لونتربريز هو واحد لورغان فيفون، هو واحد سيستيم يعني اللي كشفناه بانه ان سيستيم كي اوفير كي فيناليزي كي كوردوني. دونك هذاك لو سيستيم فيه دي زيليمون فيه دي سيرفيس، هذوك لي سيرفيس ما خاصش يكون كل سيرفيس كيخدم بوحدو في من على الاخر، نو كاين واحد لا كومونيكاسيون ما بين هذوك لي سيستيم ولا سيو سيستيم. دونك كيكون واحد التنسيق واحد لا كورديناسيون، دونك لا كورديناسيون اونتر لي زيليمون دو سيستيم، كيفاش كيكون التنسيق ما بين الادارات، كيفاش لا فونكسيون برودكسيون كتواصل مع لا فونكسيون دو كوميرس، كيفاش لا فونكسيون دو فينانسيير كتفاهم مع لا فونكسيون ديال لاشا اكسيتيرا. دونك اليوم غنشوفو لا ريبارتيسيون دي تاش بار غروند فونكسيون، لا ريبارتيسيون دي تاش بار غروند فونكسيون، دونك توزيع ديال المهام يعني حسب يعني الوظائف الكبرى. دونك هذيك الوظائف الكبرى ديال المقاوله. اذا ليدي d'entreprendre engendre l'idée d'organiser dans son premier et l'identification des différentes tâches. Donc ملي كنبغي ندير انا واحد المقاوله، كنبغي نبدا نخدم، كنبغي نبدا ندير واحد الخدمه، يعني خصني نتنظم، خصني نتقاد، يعني اول حاجه خصني نعرف شنو هما المهام المطلوبه مني، شنو هما المهام والاعمال اللي خصني نقوم بها، ديفيرون اوبيراسيون اكومبلي، يعني باش ندير واحد الخدمه خاصني نعرف شنو هما العمليات اللي غادي نقوم بها. ياك دونك لو غوبمون دو سي تاش دو سي اوبيراسيون اون اونيتي دو ترافاي اي بار اكتيفيتي فيزون لا رياليزاسيون دان بوت كومان اي ا لا باز دو لا نيسونس دي فونكسيون. يعني ملي كنجي انا كنشوف هذوك لي تاش هذوك المهام هذوك العمليات اللي غادي نقوم بها كنجمعهم في واحد الوحده ديال العمل، كنجمعهم في واحد السيرفيس واحد، كنجمعهم في واحد الخدمه واحده. دونك هادي باش لان هادوك العمليات اولا هادوك المهام كلهم الهدف ديالهم هما انهم يحققوا واحد الهدف واحد مشترك. دونك هادي هو منين جات هاديك المفهوم ديال فونكسيون ديال وظيفه. دونك داخل المقاوله دونك اي حاجه اللي عندها علاقه بلاشا، عندها علاقه مثلا بلي بون دو كوموند، عندها علاقه بلا بروفيزيونمون، عندها علاقه بالستوكاج، عندها علاقه بلا جيستيون ديال الستوك، عندها علاقه بلي لي روتار دو ليفريزون، بالكونترول ديال ليفريزون، سيكوريتي ديال المارشانديز، عندها علاقه بلي هذوك لي فاكتور اللي كان يعني لابيل دوفر ملي كنبغيو نشريو لا ماتيير بروميير، لا فورنيتور دو بيرو. دونك هادو مجموعه ديال لي طاش، مجموعه ديال لي زوبيراسيون كنقدروا نجمعوهم في واحد لينيتي دو ترافاي كنسميوها سيرفيس اشا، فونكسيون ديال سيرفيس اشا، سيرفيس ابروفيزيونمون. مثلا الا بغينا نبغيو مثلا على لا ديستريبيسيون، الفونت، داكشي البيبليسيتي، فهمتيني، لي بروموسيون، لي زاكسيون ديال على الشيفر دافير، دونك هادشي كامل كنقدروا نجمعوه في واحد الحاجه سميتها سيرفيس ديال الفونت ولا الكوميرس اكسيتيرا. دونك هنا منين جات عندنا كنفرقوا العمل حسب لي فونكسيون. اولا عندنا ايدونتيفيكاسيون دي تاش، ليدونتيفيكاسيون دي تاش، ليدونتيفيكاسيون دي تاش يعني كنحدد هذوك المهام اللي كاينه عندي. سي ا بارتير دو لا نيسونس دو ليدي دونتربروندر ليي او برودوي ا رياليزي او او سيرفيس ا روندر كو لو بروبليم دو ليدونتيفيكاسيون دي ديفيرون تاش اي دي بيرسون كي فون لي اكومبلير دوفيان بريزون. دونك منين جاتنا هذيك ليدونتيفيكاسيون دي تاش؟ يعني اولا بمجرد انني كنفكر ندير واحد العمل، نقوم بواحد المشروع، ندير واحد المقاوله، نحقق واحد المنتوج او نحقق واحد الخدمه، هنا ولا عندنا واحد البروبليم ولا عندنا واحد المشكل ديال اننا خصنا نعرفوا اشنو هما المهام المطلوبه باش نديروا هذيك العمل، اشنو هما العمليات اللي خصنا نقوموا بها.
دونك هنا خصنا نعرفوا شنو هما الامور اللي غنديروها وشكون هما الاشخاص اللي غيقوموا بهذه المهام. دونك هنا هذه المساله ولات ضروريه. دونك سيت ايديفيكاسيون دي طاش باس بار. دونك ليدونتيفيكاسيون دي طاش باش كتمر une analyse minutieuse de différentes étapes nécessaires à la réalisation de la production. يعني كندير واحد التحليل مدقق ومعمق ديال مختلف المراحل الضروريه باش اننا كنحقق واحد العمليه ديال الانتاج. يعني باش انني كندير واحد العمليه ديال الانتاج مثلا ديال ان ستيلو كنشوف كيفاش كنجيب لا ماتيير بروميير وكنجيب هذاك المداد وكنجيب هذاك البلاستيك وكنجيب داك الشيء وكنجمعو وكنخدم به ومن بعد كنغلفو ومن بعد كنبيعو وكندير ليه ترونسبور وكنحطو باش يتباع. كاينين واحد المراحل, كاين واحد لا شين دو فالور, كاين واحد سبلاي شين, هادي في كور ديال الماركتينغ. كنشوفو هذاك البرودوي كي من العدم الى التواجد الى المستهلك النهائي كيدوز من واحد المجموعه ديال المراحل وكتدخل فيه مجموعه ديال لي فونكسيون. دونك هادي اول حاجه. Un premier regroupement des tâches élémentaires en tâches plus complexes. يعني كندير واحد التجميع اولي ندير هذوك الوسائل هذوك المهام الاوليه كيوليو مهام اكثر صعوبه. Un rassemblement des tâches complexes en activités. يعني هذوك لي طاش اللي كيكونوا كومبلكس كيكونوا صعاب واحد المهمه اللي فيها بزاف ديال العمليات البسيطه. دابا مجموعه من العمليات البسيطه كتشكل لنا واحد العمليه معقده وهذيك العمليه المعقده كنجمعها في واحد النشاط كنعطيه سميه كنسميه اشتي فوندر برودوير. اشتي راه ماشي ساهل. اشتي راه فيه قلب على لي فورنيسور وبحث على لو فورنيسور اللي هو لو بلو رونطابل بور موا, يعني اللي غادي يبيع ليا مزيان واللي غادي يصبر عليا في الوقت. ومني كنلقى هذاك لو فورنيسور خصني نيغوسي معاه وخصني ندير معاه هذوك المسائل وخصني نتفق معاه على الكونتيتي وعلى لا كاليتي ديال البرودوي وخصني نصيفط ليه الكوموند وخاصو يصيفط ليا هذيك الدوفي ونشوف انايا واش داكشي اللي باغي. ومن بعد خاصو مني يصيفط ليا هذاك الدوفي كنقول ليه واخا جي اكسبتي وخاص السلعه تجيني وخصني ندير ليه فيهم كونترول واش ما كاينش شي حاجه خاسره. ومن بعد انني كنشد داكشي وكنستوكي ولا كانت شي حاجه كندير. دونك راه كاين واحد العمليه معقده ولكن حنا كنشدو هذاك الشيء كامل كنسميوه اشتي فوندر. راه ماشي غير الحقو فوندر غير الحقو بيع واحد البرودوي, ولكن واحد البرو واحد مجموعه ديال المهام كنقوم بها. يعني في يعني في ليتود ديال المارشي في عرف لي بيزوان ديال الكونسوماتور وكندير لا بوبليسيتي كندير كندير لي بروموسيون كندير لا ديستريبيسيون ترونسبور كنحط السلعه ديالي في دي سوبر مارشي بواحد الطريقه معينه باش يتباع ليا داك البرودوي. نقدر ندير سونتر دابيل يعيط ندير لا بروسبكسيون. دونك كندير الفونت برودوي راه ماشي ساهل. راه هذاك البرودوي في حد ذاته راه كاينين دي طاش كاينين دي سيكسيون اناليتيك كاينين دي زاتولي خاصو يدوز منهم كاينين دي شوز اللي خاصو يدوز منهم هذاك البرودوي باش يتنتج دي شوز اللي هما تكنيك. دونك هادشي كامل دوك لي طاش كومبلكس كنجمعوهم في دي زاكتيفيتي اشتي فوندر برودوير دون ليو ا لا نيسونس دو بوست دو ريسبونسابيليتي بيلوتي اي ابلي سيرفيس. دونك هاد التجمع ديال لي طاش صعيبه في انشطه بحال اشتي فوندر برودوير كيعطينا هادوك المراكز ديال المسؤوليه. هادوك المراكز ديال المسؤوليه كيتسموا دي سيرفيس. مثلا ملي كندخل لواحد الشركه كاين سيرفيس سيرفيس برودكسيون سيرفيس achat, service commercial, etc. Donc, je n'ai pas les grandes fonctions dans l'entreprise. Donc, les fonctions le bar. واحد المقاوله شنو هما لي فونكسيون الكبار ديال واحد المقاوله الوظائف الكبيره اللي متعارف عليها. Fayol s'est intéressé le premier vers 1910 à un regroupement des activités essentielles en fonction. Donc, هذاك Fayol هو اللي اهتم الاول في سنه 1910 على تجميع ديال الانشطه المهمه ديال الشركه على شكل وظائف. دونك لاكتيفيتي اسونسييل دابري فايول. دونك بالنسبه لفايول شنو هما دوك الوظائف المهمه اللي ضروريه. دونك دابري فايول كاين عندنا
لاكتيفيتي ادمينستراتيف يعني الاداره لادمينستراتيف يعني الاداره المسائل الاداريه. من بعد كتجي الكوميرسيال يعني المسائل التجاريه البيع والماركتينغ اكسيتيرا. من بعد كيجي تكنيك يعني توشكي تكنيك يعني البرودكسيون كيفاش غندير لا ميثود دو برودكسيون والميثود دو فابريكاسيون دو ترانسفورماسيون ديال هذيك الماتيير بروميير. من بعد كتجي الفينانسيير يعني هذوك لي يعني لا رونتابيليتي داكشي ديال لاناليز ديال 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 الباتريمون ديال لونتربريز و لا جيستيون ديال لا تريزوري ديال لونتربريز و نشوفو ان لونتربريز واش مالي لا سونتي فينانسيير ديال لونتربريز اكسيتيرا لا سولفابيليتي ديال لونتربريز تو سكي فينانسي. دونك من بعد كيجي كونطابل يعني كونطابل يعني كنحسبو كنديرو لا كونطابيليتي جينيرال كنشوفو لاكتيف والباسيف وكنشوفو لي شارج ولي برودوي وكنحسبو الريزولتا ديال لونتربريز. اولا كنديرو الكونطابيليتي اناليتيك باش كنشوفو الكود روفيان وكنحسبو لو بري ديال الفونت وباش داكشي ديال الكونطابيليتي كونطابل. اما فينونسيير لا. سيكوريتي هي انك كتحافظ على لي بيرسون اللي خدامين معاك. دابا قال لك ادمنستراتيف هي توسكي ادمنستراتيف يعني اداري بالنسبه للفايول. اشنا هما هذوك المهام اللي كيتعلقوا بالادمنستراتيف بالوظيفه الاداريه. بريفوار يعني انك انت كتوقع اشنو غادي يكون كتوقع الاخطار وكتوقع الارباح. دابا هاد ادمنستراتيف راه هي الاداره العامه والشامله اللي كتقيس هادشي كامل. اش اورغانيزي يعني كتنظم كيفاش كتنظم وكيفاش كتعطي واحد لا ستيكتور كوردوني يعني كدير واحد التنسيق كتنسق ما بين الادارات كتنسق ما بين لي سيرفيس كتنسق ما بين لي بيرسون وكونترولي. دونك لا فونكسيون ادمنستراتيف الوظيفه ديالها انها كتكونترولي انها كيكون عندها واحد طابلو دو بور عندها دي زانديكاتور كتشوف الناس اللي خدامين الناس اللي ما خدامينش كتشوف واش كاين شي مشكل كوميرسيال واش كاين شي بروبليم في التكنيك كتشوف واش هادوك لي زوبجيكتيف اللي حطات لونتربريز واش تحققوا ولا ما تحققوش كدير واحد دياغنوستيك كتشوف لي بروبليم كتشوف لي فيبليس اللي كاينين عندها كتشوف هذيك الفيزيون ديال لونتربريز واش وصلنا ليها ولا لا. دونك كونترولي. دونك هادي ادمنستراتيف. كوميرسيال شنو فيها؟ فيها اشتي فوندر ايشانج يعني كتشري وكتبيع وكدير واحد ليشانج كوميرسيال باينه. تكنيك تو سكي تكنيك داكشي المسائل التقنيه يعني فيها الانتاج ديال هذاك المنتوج الصنع لا فابريكاسيون ديالو كيفاش كيتصنع لا ترانسفورماسيون ديال هذيك لا ماتيير بروميير. دونك كاينين دي تكنيك دونك ديك الماناجمنت اندستريال العالم. فينونسيير يعني كما قلنا كل ما هو مالي يعني غوشيرشي لي كابيتو كنقلب على لي فون كنقلب على الفلوس كيفاش كنجبد الفلوس وكنقلب على رؤوس الاموال. امبلوي لي كابيتو كيفاش غنستعمل هاد الفلوس بالطريقه المثلى باش انني نحقق الاهداف ديالي كنستعمل هاد لي كابيتو. كونطابل الكونطابيليتي انفونتوري يعني بحال مثلا كنجي كنحسب ستوك شحال عندي ديال لي برودوي شحال عندي ديال السلعه كندير لانفونتير كنشوف شحال عندي ديال الستوك ديالي. كالكولي لي بري دو روفيان يعني كنحسب هذوك لي بري اللي ديال داكشي اللي بعت شحال طلع عليا باش نعرف شحال خصني نبيع باش نعرف واش ربحت في هذا البرودوي ولا ما ربحتش. ديتيرميني لي بري دو فونت باش نعرف شحال خصني نبيع. كالكولي الريزولتا كندير الكونطابيليتي جينيرال وكنحسب الريزولتا نيت ديال لونتربريز. تو سكي كونطابيليتي راكم تلقاو قاري الكونطابيليتي راكم عارفين لا كونطابيليتي. سيكوريتي هي الحمايه والامن بروتيجي لي بيان بروتيجي لي بيرسون يعني كنحمي هذوك لي بيان اللي عندي لي زيموبيليزاسيون اللي عندي لي مارشانديز اللي عندي اللوكال ديالي الى غير ذلك لي ماتيريال ترونسبور اللي عندي وكنبروتيجي الناس اللي خدامين معايا يعني كندير داكشي ديال ليجيان كندير داكشي ديال ضد الحرائق المسائل الا كان شي خدمه خطيره كنكون عندي وسائل ديال الحمايه لي كاسك اكسيتيرا بروتيجي لي بيرسون. دونك بالنسبه للفايول هادو هما لي سانك هادو هما يعني ماشي لي سانك هادو هما لي فونكسيون برينسيبال
دابخي فايول، يعني في سنة 1910 فايول قال لك بأن لي فونكسيون الأساسيين واحد لورغانيزاسيون هما كاين فونكسيون ادمنستراتيف كوميرسيال تكنيك فينانسيير كونطابل اي سيكوريتي. دونك هذا كان الكور ديالنا اليوم. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات، واللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي محتاج لشي حاجه يخليها في كومونتير. وكنتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.